اليوم الشعب بالغوطة الشرقية فرحان كتير بانتصار فيلق الرحمن على جبهات شرق دمشق والغوطة الشرقية، وعاملين له حفلات الشوارع، الشعب عاملين له حفلات وفرحان كتير بالانتصارات اللي بيساويها، وان شاء الله الله يقويهم ويثبتهم يا رب، ان شاء الله عبار الفرحة الكبيرة وسقوط بشار الاسد. تشاهدون الآن كما رأيتم بأم عيونكم هذا الخروج العفوي وهذا التأييد العفوي وهذا الترابط والانسجام الشعبي ما بين فيلق الرحمن وبين المؤسسات المدنية والفعاليات الثورية. فالفعاليات الثورية لها اليد الطولة وقدمت ما استطاعت أن تقدم، قدمت فلذات أكبادها وقدمت أبنائها وقدمت المال وقدمت كل ما تملك بفضل من الله سبحانه وتعالى، والشعب يسير خلف من ينصر الحق.